وسهلة. يا ريت يا ريت بتمنى اني اقدر اقرأ لكم اياها. اللغة صعبة شوي بس بتفهموها، فهمتها وحسيت قلبي بعده عم بيبكي من ايام وايام ورح يضل يبكي. رح قلكم محاضرة عمران حسين، حطوا هالإنسان، هيدا إنسان. محاضرة عمران حسين، هيدي محاضرة هلأ آخر الزمان، نهاية الزمان في ثلاث زوايا، فلسطين وسوريا واليمن. بحط لك بالتاريخ أي متى قررت إسرائيل تعمل هيك وهيك وأي سنة، ومين اللي قرر، ومين الزيونيست، مين اتفقوا، وين الشرق والغرب شو عملوا، وأي كواكب من مطرح تاني. يعني مؤامرة عالمية بلشوا فيها 1897، بعدين 1902 شو عملوا. يا الله اشياء كتير صعبة ما فيني ما رح اقدر اقرأ، بس كل شيء محطوط وكله مكتوب ونحن ساكتين. فينا نقاوم بالغفران، فينا نقاوم بالصيام، فينا نقاوم بالعقل وبالعدل، كلهم فينا مثل ما عمل الحبيب الإمام علي وكلهم. ولكن لازم نكون مش واحد واثنين بالمليون، يعني القليل إن الكرامة قليل، وخلصوا حالهم عايشين بالجنة، شو ما عملنا فيهم موجودين. بيقلك بالتفصيل منو المهدي، منو المسيح الدجال، مع مين عايش، ومينك انت، وشو دورك. بيخبرك كيف الصيام، كم مرة رمضان. قبل ما كان أول شيء رمضان هو من ولادة الإنسان، منه شهر، كل يوم وكل لحظة بكل تاريخ. ليش اسمه رمضان؟ علم واسع كتير وبسيط وحلو حقيقة. بس نحن ألهانا الدنيا. قال له شو بدك؟ قال له الدنيا. قال له بدك هالدنيا خسرت الآخرة. إذا بدك الآخرة بتربح الدنيا والآخرة. وبيحكي بيقول لو الفقر رجل لقتلته. يا حبيبي بقول كلكم كونوا أغنياء. الغني اللي استغنى عن الدنيا شايفة أنها كلها بتموت. هيك بدي أعبد خيال الحقيقة؟ ليش رفع الأذان الظهر؟ حس ما في إلك خيال. حي قيوم، حي قيوم، أرحنا يا بلال. راحة، مساحة وفسحة كبيرة وسعت كل شيء. بخبرك شو كان فيه قبل ما عرفوا إنه في رحمة. كلهم كانوا ناطرين في جواب، كلهم فلاحين، كلهم أهل أرض وأهل دنيا وحكماء وأهل آخرة. من أيام بودا، من 4000 سنة حكي إنه سيأتي زمان وبده يجي ويحط علم المربع، علم المضغ، علم الجسد، علم هيك علم هيك. إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن، ما في لبنان، لبنان يعني محافظة سورية. العالم كله منه خريطة، ما في زياحان وان 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 وان. وين بدنا نقعد هلا؟ وين بدنا نهرب؟ نحن مسيحية، وين بدنا نروح؟ نحن مسلمين، وين بدنا نروح؟ سني شيعي. أي كرسي بدك هيك، أي سياسة وأي نجاسة. يا الله آخر الزمان، والذي يحلل فيها الأحداث الجارية في اليمن والشام من منظور علم آخر. يعني شو عم بيصير؟ الله المبارك يعني ونمجده كله. ليش سميناها السعودية؟ مكة والمدينة ومجد حلوة كتير كتير. هلأ سوريا والسعودية وكلهم وروسيا، امتنعت روسيا عن التصويت في الأمم المتحدة، فحينما تمتنع عن التصويت سوف تقوم الأمم المتحدة التي أنتم جزء منها على اليمن. كلنا بده يصير في هجوم على اليمنيين المستهدفين. عم بيحكي إنه شو رح يصير باليمن أكثر، شو رح يصير بسوريا، شو رح يصير بالأمة العربية وبالسعودية. كلنا زوايا من الزاوية الأولى. قال اللهم بارك لنا في شامنا، الشام هي سوريا ولبنان وكلنا وفلسطين. إذا دعاء الله كان يبارك في الشام أغلبها بدمشق، بعدين قال صلى الله عليه وسلم ويمننا أيضا دعم الدعاء الذي يبارك في اليمن، زاوية من المثلث الشام والزاوية الآخر من المثلث في اليمن، وكلاهما يلعبان دور مهم في آخر الزمان. على سبيل المثال دمشق
إنه في دمشق سوف يكون الإمام المهدي عليه السلام حاضر ويكون على وشك إمام الصلاة في المسجد، والإمام شخصية مهمة جدا في آخر الزمان، خرج من المسجد كثير وبيلاقي هونيك في الدجال وبيتبعوه 70,000 يهودي من أصفهان الطيالسة، والدجال هو شخصية جد مهمة في آخر الزمان، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال: بهالفتنة سوف تكون من أعظم الفتن التي سيختبرها الناس من زمن آدم عليه السلام حتى اليوم. يا الله، لا حريق ولا غريق ولا تشرحت على الطريق. بده يجي زمن بيقول بدنا نحسد الموتى، أمي كانت تقولها، بده يجي زمن نحسد الموتى نقول له قوم دخيلك تنقعد مطرحك، الدم رح يكون بلبنان وغير مطرح للركب، مثل ما عملنا وقت اللي حرقنا مكتبة الإسكندرية وغيرهم، صار البحر لونه حبر. شو هو هلأ؟ شو بنعمل بهالزمن يا مريم؟ أنا ما بعرف، بس عايشة وحدة وبالبيت وقلم والكتاب، الشباب بيجيبوني لهون بيردوني على البيت وخلاص. عم بنتبه أكتر وأكتر إنه الأكل نخفف كتير قد ما فينا من الغبار ومن الطحين. أكيد أبداً مواد حيوانية ما في، لأنه عم نعذبهم للحيوانات، ما في ذبح حلال. حتى لو قنت وهي البقرة عندك وإلك والمعزية، تركها هي تموت، الوردة ما تقطفها تركها هي توقع. بهالوقت قد ما فينا نفكر إنه في مقبرة لوين رايحين. إذا بتحضروا فيلم فلات لاينر دغري هيك الصراط المستقيم، فلات لاينر، كلنا بقى نمشي على الصراط المستقيم، يعني ما بقى في فكر، ما عندك أبدا لا ذنب ولا دين ولا غضب على أي عدو أو صديق. سامح واغفر ودفع كل ديونك، ما تنام عليك دايم، تطلع بالتاكسي تدفع له قبل ما توصل. الموظف اللي عندك أول الشهر يقبض مش آخر الشهر. عامل الناس بأخلاقك لو هني ما عندهم أخلاق، شو بدك فيهم؟ أنا بعامل الناس بأخلاقي، وكل يوم بتعلم أكثر، بتتعلم الأدب من قليل الأدب. والعتب غسيل القلوب، يعني هي صابونة القلوب. أهلا وسهلا فيكم على البيت عندي، إذا بتجوا بتقعدوا 7 أيام، بنروح لعند الفلاحين، بنطلع على الرملية، بنروح على مناطق بتشوفوا فيها فلاح وأكل طبيعي ومي طبيعية، بتضل أشطف زوم من غيرها. لبنان في مناطق جميلة كتير ما بتصدقوا إذا ما شفتوا وجيتوا وتفرجتوا، هيدا لبنان. نعم، الكرة الأرضية كلها جميلة، من غير كواكب غير مجرات عم بيصوروها. يا الله، طبعا النار التي سوف تخرج من اليمن حيث يتجمعون من أجل الحساب. هذه لغة جميلة، نهارت علي كتير كتير أشياء بدها تصير باليمن وبسوريا، كلنا وبلاد الشام. سألوا لرسول الله، وفي نجدنا اليوم حين تسأل الناس حول الموضوع نجد تجدهم قد نسوا، لا يعلمون ما هي نجد، العبارة اختفت تماما مثلما اختفت عبارة القسطنطينية. لماذا حدث هذا حيث يستعمل الرسول صلى الله عليه وسلم الاسم فأنه يصبح سنة يجب استعماله؟ كثير بيحكي إنه في إشياء كثير، وقت قالوا عن كلمة نجد سكت الحبيب، هز براسه، رح تروح، شايف عنده الكشف الإلهي لهاللحظة ولكل لحظة. ما في اليوم وبكرة والأمس، في الآن. إلى أين هالآن بدنا نروح؟ نعم، بده يكون في فتح إسلامي للمدينة القسطنطينية، سوف يأتي بعد الملحمة التي لم تحدث بعد. نعم، تعليق حركة الشباب كلهم، الأتراك كلهم، إنه هيدي كلها أرضنا، كلنا بلادنا، ما في مسلم مسيحي، في إنسان، ورفع الميزان بالإنسان، بده يرجع التوحيد. الكذبة بتموت بلحظتها، لو ضلت مليون سنة وسنة تقتل فينا، نحن السبب. فإذا أنت بدك تختار، يعني شو بدك، الدنيا أو الآخرة؟ هيدا الغنى أو الفقر، إنك تستغني عن هيك كله بيموت. وين الحي اللي ما بيموت؟ مثل سيدنا ابراهيم، هي كلها بتروح، هي كلها بتروح. هذا كتاب الله المقروء والمنظور. ما فيني اقول لكم شو بيجيكم
وحي ويجيكم كرم من الله ادعوني استجيب، بس الدعاء المستجيب ما بيجوعك. انا بخاف اوقات من الجوع، لان قبل ان تنام لا تملكه حتى تنفقه. بتذكر الا اللي اعطاك النفس اليوم بيعطيك بكره، واللي اعطاك الفلس اليوم بيعطيك اياه. اطلعي روجي قبل صلاه الفجر، يكون عندك ثقه بالثقه. Trust in the trust, we are the trust. يلي نيمني قومني، بيجي نيمني بقومني. واذا 99% الناس بتموت بالفرشه، في واحد بخاف ينام بالليل، بده ينام بس بالنهار بحيث مرته بتكون واعيين وهيك بركي مت. كلنا عنا خوف، اي خوف منين عم يجي؟ انقذتوا من شيء فادخلوا فيه. يا حبيب قلبي انتوا كلكم اقروها. ليش بدنا ايانا ننسى كلمة نجد؟ يا الله، اللهم بارك لنا في يمننا وفي نجدنا. وسكت وقت الحق كلمة نجد، قال رح تشوفوا إشارات كثيرة. نعم عذاب كثير كلهم حطوا. لقد جلبوا عصر الشيطان، هذا هو مثلث آخر الزمان، والآن وقد رفعوا الحجاب من أجل مهاجمة اليمن. نقول إن هذا هو بداية نهاية السعودية والصهاينة، يخططون الآن لإسقاط السعودية حتى يتمكنوا من استبدالها بشيء أسوأ، أي داعش الدولة الإسلامية. ولكن في نهاية المطاف الهجوم على اليمن، حيث العديد من شعبنا أصبحوا شهداء بسبب هجومكم الجبان من الجو. أنتم خائفون جداً من مواجهتكم في حرب برية، لأنكم أنتم جبناء والشعب السعودي لا يقاتل العائلة السعودية. انتبهوا، الإنسان بقلبه يعني أنا ما فيني أنسى العائلة اللي حاكمة حالة السعودية، ما فيني أنسى. إن كان بندر بن سلطان أو خالد بن عبد العزيز أو كلكم عشت معكم، شفت عندكم رحمة وعندكم علم وعندكم فهم. ما فيني أنسى سعود الفيصل أبداً، ما فيني أنسى عبد الرحمن الفيصل. كان إذا شي سؤال غريب عجيب هو يشرحه. في كتير ناس، مايس دايري إذا بعرف شي منك أنت ومن مريم، كلكم جاو حطوا هالعلم، حطوا هالذكر. مش هيك رمضان كل الوقت بناكل بالليل وبنشخر بالنار وبالليل؟ هيدا الشيطان إلا عبادك الصالحين، هي حلوة كتير. ليش ما فينا نكون من العباد الصالحين؟ ادعوني أستجيب. كل شيء الكتاب خير جليس، بلا كتاب ما بعرف هالقليل القليل اللي بعرفه من الكتاب. كل ما أنت رحت باتجاه الحق بصير الحق يجي ويعرفك على ناس ويعرفك على مين يساندك ومين يساعدك. فإذا كل واحد منا انت عود فرج تفتش على هالرجال وتقرا شو قال وشو حكي. كلنا بدنا انه هيدا الرجال انا شفته بالصور، يعني حاطين له اشياء كثيرة عم يحكيها حول العالم. ما بفتكر عربي عمران حسين لأنه بيحكي إنجليزي كتير منيح وبترجمونه بالعربي وبيحكي عربي، عربي إنجليزي، يمكن من صوب تايلاند أو شي بلاد إسلامية. نعم فإذا نهاية الزمان من ثلاث زوايا، فلسطين وسوريا واليمن، هي هيدي يلي بسموها The Trinity of Divinity، الثالوث المقدس. من هونيك بده يرجع يطلع النور، ومن السعودية بده يرجع يطلع النور، لأنه هونيك السعودية مكة والمدينة، يعني شرفت المدينة، طلع البدر علينا. ولو الكعبة وين؟ كيف يعني في مكة وفي، أنا ما بنسى بس روح كنت معكم حس إنه في شيء غريب هون. كنت حب أعيش بمكة كل الوقت بالأربطة هيك، هونيك رباط ونظف وهيك، في طاقة غريبة. هي الكرة الأرضية، هي الوسط، لا تتطرف بالحكمة ولا هونيك هون. فإذا هي بترجعني على قلبي، على لب القلب. وفينا انطوى العالم الأكبر،
قال الحكيم، بتقول شو ما بتكون يا بني، حملت الصخر والحديد فلم أحمل أثقل من الدين، وأكلت الطيبات وعانقت الحسان فلم أصب ألذ من العافية، وذقت المرارات فلم أذق أمر من الحاجة إلى الناس. يا بني إنما الوالدان باب من أبواب الجنة، إذا كانوا راضيين عليك بتفوت على الجنة، وإذا مش راضيين رح تعيش بجهنم. لا تجالس الفجار ولا تمشي معهم، اتقي إنه ينزل عليهم عذاب من السماء فيصيبك. قل لمن تعاشر أقول لك من أنت. جالس العلماء وشي معهم تنزل عليك رحمة، بتصيبك أنت كمان، تنزل عليهم بتصيبك. يا بني بيع هالدنيا كلها بآخرتك تربحهم اثنينهم، ما تبيع آخرتك بالدنيا بتخسرهم اثنينهم. عود لسانك أن يقول اللهم أغفر لي، فإن لله ساعة لا يرد فيها الدعاء. الله غفر لك والله مسامحك، بدي رضاك، راضي عنك، مش كل الوقت غفر لي غفر لي غفر لي الله الله الله. هيدي رموز، هي بالأعمال، بس إنك تفهم إنه ما حدا بيحبني إلا اللي خلقني مش اللي خلفني، بس هو اللي بيحبني. سيفك أنت يا علي. نعم، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء أمر أمر من الصبر. العلم خير من المال، لأن المال يحرسه والعلم يحرسك يا حبيبي، والمال تفنيه النفقة والعلم يزكو يزكى عليه بالإنفاق. والعلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خازنوا المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. يا حبيبي كلهم تعبهم موجود بقلوب الناس اللي بتفهم بالقلب. عالم الحق منه ميت، أحياء عند ربهم يرزقون. لا يمكنك أن ترى صورتك في الماء، لك شو حلوة هيك همسة، وهو يغلي إذا عم بيغلي. وبالمثل لا يمكنك أن ترى الحقائق وأنت غاضب. من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. يا حبيبي ما فيني إلكون، هيدي إجتني مثل كأنها إشارة. افتح الإنترنت شو بيقولوا للكمبيوتر اللابتوب وتجي عين لامهي. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يغلطه السائلون، يا من لا يبرمه الحاح الملحين، أذقني أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك. في كلمات صعبة بس بتحسها، بحسيت عم أفتحت أطلع بغير تجيهية تجيهية، طبعتها شي 20 مرة ومنا موجودة، يعني ما شوفها، هي تطلع هي تطلع هي تطلع، بدي أقراها شو ما كان لو بالأرمنة. يا حبيب قلبي ما فيني إلكم. قال الإمام علي: لا أثق بنفس، وكيف يثق المرء بنفسه وهو لم يحفظها؟ فثقتي بالله لا تنقطع لحظة، هو اللي حفظني، بدي ضل أحفظ ثقته فيي، وأنا ثقتي فيك، ثقته فيي وعطاني هالسر. فإذا أنا ثقتي فيك ما حدا بيحبني قدك. هاي بدنا نقراها هيك مهضومة ونكتة وبنفس الوقت فيها حكمة. هجم أسد على وادي كله غزلان، جميع الغزلان هربوا إلا واحد ما كان يهرب، بلش يصرخ الغزال، قال إنه أنا بضاي، بلش يصرخ من الخوف ولشدة دهشته، رأى الأسد يتراجع إلى الخلف. فإذا أنا أقوى منه بالأرض، ولشدة سعادته وقوته وإجباره إنه الأسد أنا بدي أغلبك، صار الأسد يتراجع يتراجع، وصار الغزال يلا يركض 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 أكثر وأكثر. بلش الغزال إنه أنا أقوى منك، بمطاردته من وادي إلى وادي بكل اعتزاز، وهو يفكر أنا بدي أفكر بكرة وخبر كل الناس إنه الغزال عمل هيك بالجمل بالأسد، أنا غلبته، بدي أروي هالقصة لكل الناس وشوفوا أنا قديشني بطل.
بدي أحكي عن كونه الغزال الذي هزم الأسد. الأسد يركض والغزال يقفز خلفه حتى وجد نفسه في لحظة محاطة بمجموعة أسود تنظر إليه، وعلى ملامحها تبدو السخرية واضحة. وقف الغزال في وسطهم ذليلا منكسرا وقال لهم: أعلم إني ميت لا محالة، ولكن لدي سؤال للأسد الجبان الذي هرب أمامي، لماذا لم يواجهني؟ ليش هربت؟ ما أنا أقوى منك. ضحك الأسد ملك تمه وقال له: لقد تراهنت مع الأصدقاء إني سأجعل عشاءهم يأتي إليهم على قدمي دون أي جهد منهم وبمحض إرادته، وربحت الرهان. أنا رح أجيب لكم الغزال، رح هو يجي يركض لعندكم. هيدي بنعملها نحن بني آدم يعني. يا هدية وينك رايحة؟ ولك جاية ماني رايحة. انتبهوا، الطبيعة أقوى. الطبع والطبيعة والتطبع. لا نفكر حالنا إنه نحن شيء مهم يعني. وقت اللي بتسمع لقلبك، استفتي قلبك ولو أفتوك. وقت اللي عندك كتاب وعندك مرشد وعندك عصاية بتضربك، انتبه. الأم بتحط ولادها بحضنها وبيرجع بيروح على النار، بتضربه وبتحطه بحضنها. ما أحلى شيء إذا ضربك المعلم. الصيام الحقيقي ليس تبطلا ولا نوما كل الوقت بطول النهار وسهر أمام التلفزيون بطول الليل، وليس قياما متكاسلا في الصباح إلى العمل، نعم، وله ضيق صدر وتوتر مع الناس. فالله غني عن مثل هذا الصيام، وهو يرده على صاحبه ولا يقبله، فلا ينال منه إلا الجوع والعطش. مصطفى محمود، يا حبيبي يا مصطفى، شيلوا هالألقاب، هيدا دكتور وهيدا جلالة الملك وجلالة، شيلوا كل هالألقاب، هيدي كلها مطب. وعلم آدم الأسماء، بدي أنا كلمتين تقدر أحمل الباسبور، وقال لك أنت بدي حط حجة حجة، قالوا لا بدنا اسمين مريم نور وسبع أحرف. نعم، قال كل هموم النساء تبدأ بحرف ميم: مكياج، موضة، ماركات، مكالمات، مجمعات، مطاعم، ملابس، مساجات ومساجات، محلات، مسلسلات، مشغل ومناسبات. بينما الرجل ميم وحدة عاملة فيه العجايب، مرته. ما تخلوا حدا يعملكم مساج بالأخص بلبنان، لأنه كل واحد بيعرف بلده ووسخ بيته يعني. ما حدا يدقركم، ما حدا مساج، ما حدا يغمركم. أمك، بيك، مرتك، جوزك يعني. هلا رح فرجيكم صورة. وكان معي لحية هون هلا. هاي صورة خلق طفل عمره شي 70 سنة وأكثر، وقالوا لي في علامات بالقرآن بتحكي عنها، هيدي من علامات الساعة. أنا شفت أكثر من هيك أولاد بالسفر برا، ما بيطولوا، بيموتوا دغري، بس كان المعلم يعطي يقول هاي إشارة وهي هيك وهيدي هيك وهيدي هيك وهيدي هيك، بتكون إشارات. نعم، أربعة تؤدي إلى أربعة: الصمت إلى السلامة، والبر إلى الكرامة، والجود إلى السيادة، والشكر إلى الزيادة. قال أحد الحكماء: ليس لثلاثة إنه حيل فقر يخالط كسل، وخصومه يداخله حسد، ومرض يداخله هرم. يعني هيدي حكم صعبة بس فيكن تفهموها. يا الله، ثمرة التواضع المحبة، وثمرة القناعة الراحة. علمتني الحياة أن الحب والوفاء وجهان لعملة واحدة اسمها الصديق. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. نعم، وقت بتقول لأمه ولولدها بتقول له إن شاء الله التراب تمسكه بإيدك بيتحول ذهب، مش الذهب يلي بتروحوا بتشتروه، لا، الذهب يلي هو بالقلب، بلب القلب، هيدا اللي لا بينشرى ولا بينباع. نعم،
قد ما فيك ما تضيع وقتك بالسكوت الرخيص. لا، لازم يكون سكوتك عن الكلام هو صمت العارفين. قد ما فيكم انتبهوا انك تنسى إساءة الناس إلك، ضلك تتذكر شو عملوا منيح، هيدا سرقك وهيدا كذب وهيدا عمل، هيدي كارما محيلك إياها. إذا أنت بتحمل غلطات الناس عم تحميهم وعم تمحي كل السيئات اللي عندك. هيدا دوره، هيدا بده يسرق، هيدا بده يكذب، هيدا بده يعمل هيك. مثل القمش يعني، وقت فاتوا قتلوا لهم أولادهم تعجبت كيف غفرتوا، قال هيدا هو المسيحية عنا، هيدا هو الرضا والتسليم، الإسلام شو ما بدكم. واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين. هيدا الإنجيل عندهم، والمسيح عريان. كل الأولاد بعيتوا لك أنكل يا عمي ويا عمتي، كل النسوان إلك، كل الرجال إلك، وانت يعني كل شيء، كلهم اخوه احباب شو ما بدكم. وفلاحين ما في ميل، بس بيقعدوا برا وبيبيعوا. يعني جبت من عندهم فخاره مي ب 1200 دولار، كل الميل اللي بياخذ يا بيشتروا شيء عايزينه لعندهم او بيروحوا عند الفقراء وما بيسالون انت مسلم او انت مسيحي او هيك ابدا. انت انسان، أن ترى الألوهية في كل شيء، كل واحد بيشوفوه هذا المسيح، هذا المسيح، هذا المسيح، هذا المسيح. فإذا اليوم كل واحد بتشوفه بتقول أنا أنا نحن نحن بهاللحظة الحنية.